بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، أرحب بكم في فيديو جديد. اليوم سوف أجيب على تساؤل جديد في ركن اسأل والقناة تجيب. سؤال اليوم: لدينا كلمة اونوغلوج، هي اسم مؤنث، ولكن لماذا نقول mon horloge? La question d'aujourd'hui: pourquoi le mot une horloge est féminin et on dit mon horloge, pas ma horloge? لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على الزر سابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على الزر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن لدينا mon horloge. Mon c'est un déterminant possessif. من صفات الملكية. إذن ما هي صفات الملكية؟ Les déterminants possessifs sont mon, ma, mes. نستعملها لضمير je. بالنسبة لضمير tu, ton, ta, te. بالنسبة لضمير الغائب elle و il. نستعمل son, sa, se. بالنسبة لضمير nous نستعمل notre, nos. بالنسبة لvous نستعمل votre. Vos. وبالنسبة للغائب elle و il avec s نستعمل leur et leur avec s في الجمع. إذا الملاحظة انطلاقا من الجدول، فإن هناك تغير بالنسبة للمؤنث والمذكر فقط في المفرد. نقول mon في المذكر، ما في المؤنث، ton في المذكر، ta في المؤنث، son في المذكر، sa في المؤنث. أما في الجمع فليس هناك تغيير، حيث أننا نقول نطق في مؤنث وفي المذكر، فوتر في المؤنث وفي المذكر، لور في المؤنث وفي المذكر. أن لاحظوا معي une expérience, une idée, une enfance, une fille, une heure, une maison, une hypothèse, une hache. إذن ماذا تلاحظون في هذه الكلمات؟ هذه الكلمات كلها تبتدئ بأون. إذن الكلمات التي تبتدئ بأون فهي بالطبع كلمات مفردة ومؤنثة، لكن إذا أدخلنا عليها صفات الملكية ما الذي سيحدث؟ لاحظوا معي. إذن هذه الكلمات، إذن الكلمة الأولى une expérience ستصبح mon expérience, une idée, ton idée, une enfance, son enfance, une fille, sa fille, une heure, mon heure, une maison, ma maison, une hypothèse, ton hypothèse, une hache, ما أش. لاحظوا معي صفات الملكية هنا. لدينا هنا mon, ton, son. sa, mon, ma, ton, ma. رأينا في الجدول الماضي أن صفات الملكية بالنسبة لمفرد مؤنث هي ما, ta, sa. هنا ما, ta, sa. أما صفات الملكية للمذكر في المفرد فهي mon, ton, son. لكن هنا لدينا كلمات مؤنثة ولكنها تأخذ صفات الملكية المفرد، هي mon, ton, son. إذن ما هو السبب؟ لكي نفهم ذلك جيدا لاحظوا معي. لاحظوا الكلمة الأولى une expérience. هذه الكلمة بماذا تبتدئ؟ تبتدئ ب e. e c'est une voyelle. إذا كانت الكلمة تبتدئ ب une voyelle سواء كانت e أو i أو o أو Y أو U فإنها تأخذ mon ولا تأخذ ma. نفس الشيء بالنسبة للكلمة الثانية، لدينا الكلمة une idée، لدينا الكلمة تبتدئ ب I و I c'est une voyelle. إذن لا نقول ma idée، نقول mon idée، أو لا نقول ta idée، نقول ton idée، ولا نقول sa idée بل نقول son idée.
son enfance. La dernière cadalica enfance. Tabta di obi e. E c'est une voyelle. Iden, ça n'a pas son enfance. Amel kalimat mualia, fille. Fille débute par une consonne. Tabta di obi, harfin samet. Iden obitali, yakhudo sa. Iden a, voyelle ma consonne, tabka sa. هنا مونور الاسم يبتدي ب اش لدينا هنا اش ميت لا ينطق نقول مونور مونور نقوم بالليزون ما ميزون منزلي ما ميزون لدينا ميزون واسم مؤنث يبتدي ب ان كونسون alors سنقول ما hypothèse hypothèse الاسم يبتدي ب اش ميت اذا حرف الذي ينطق هو اي اذن سنقول توني بوتي ما اش ما اش لدينا هنا اش ليس بميت بل اسبيري اذن اش اسبيري يمكن ان يلعب دور الكونسون وبالتالي فانه يمنع ماذا لا ليزون اي لي ليزيون اذن سنقول ما اش وليس طون ماش اذن عندما يكون الاسم المؤنث يبتدي ب اون فويل فلا نقول ما اكسبيريونس لانه يلتقي لدينا دو فويل ما اكسبيريونس ا مع او فانه يكون هناك تصادم وبالتالي نعوض ما ب مون وكذلك اذا كان لدينا الاسم يبتدي ب اش مي اش مي أي صامت إذن نستعمل معها في المفرد مون طون صون نريد إذا كان الاسم يبتدئ بإن فويل أو أش مي فإننا نستعمل معها في المفرد مون طون صون وليس ما طاسا lorsque le déterminant possessif voici le déterminant possessif mon ton son précède un nom féminin comme expérience, idée, enfance, qui commence par une voyelle E, I, E, ou un H muet, on emploie mon, ton, son, à la place de ma, ta, sa. Qaïda. Tous les noms féminins commençant par une voyelle, j'ai mis le kalimat mu'annatha lati tabtadi'u bi une voyelle ay harf alladhi yalab dawr harakat mithla a o u y aw an h non aspiré ay an h muyé prennent mon ton son تاخد mon ton son au lieu de ma tasa الان ننتقل الى تمرين تطبيقي لنرى درجة التحكم في هذه الظاهرة نبدأ بالكلمة الأولى على فكرة فإن هذه الكلمات كلها هي كلمات مؤنثة إذن الكلمة الأولى أغموار أون أغموار أغموار لاحظوا معي بماذا تبتدئ هنا تبتدئ ب أ أ إسكو ستين فويل أو بيان إتين كونسون ستين فويل إذن سنقول مون أغموار ولا نقول ما أغموار الدوزيام Le deuxième mot, classe. Classe commence par la lettre C. La lettre C, c'est une consonne. Alors, on va dire quoi ? On va dire ma classe. Ici, nous avons hirondelle. Hirondelle. Hirondelle, c'est un nom qui commence par un H. Alors, cette H, c'est un H muet. Alors, qu'est-ce qu'on va dire s'il y a un H muet? On va dire mon hirondelle. Mon hirondelle. École, c'est un nom féminin qui commence ou bien qui débute par une voyelle. Alors, ism, il y a peut-être O, B, harf el avdor el harakat, idem. Mais ça ne s'est mis ma en mon, ça ne s'est mis le mon. Rarement, un nom ism ou un net. Ange. Ange. Ange, c'est un nom féminin.
et commence par un H aspiré. Un H aspiré. On a un H aspiré, yamna'u la liaison et les lésions. Et là, ça n'a pas l'eau. Ma hanche. Ma hanche. Ordonnance. Ordonnance. Alors, soit bien. Tu as dit obi. O. O, c'est une voyelle. Alors, on va dire mon ordonnance. Et dit aussi, tu as dit obi. I. I, c'est une voyelle. On va dire mon édit aussi. Wa. Et iwaza. Wa ismu anath. Tu as dit obi. O. Et dan, ça n'a pas l'eau. Mon. Wa. Monture. Wa ismu. Tu as dit obi. Consonne. Et dan, ça n'a pas l'eau. Ma monture. Ma monture. أحبائي الكرام إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن أكون قد أجبت على هذا التساؤل، وإن كان كذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتي بضغط على الزر صابوني، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.